المصارعة الكابتن عصام النوار. برحب بيك كابتن عصام. برحب بحضرتك. اهلا بيك يا فندم. اهلا بيك يا اخبار فندم. حضرتك ايه في البداية؟ يعني اكيد حابين ان احنا نطمن على لعبة المصارعة، احد اللعبات اللي حقيقي متألقة دايما في الاولمبيات، وعندنا ميداليات اولمبية كتيرة جدا فيها. بس قبل ما اتكلم مع حضرتك، حابب ان احنا نتكلم في البداية عن المشكلة اللي انا وضحتها، عن الخبر الرئيسي معانا النهاردة في الحلقة، ومبلغ ال 63 الف دولار اللي بقوا 63 الف فرنك. المشكلة ايه بالظبط؟ والله يا فندم هنا انا مش عارف بصراحه، هو في ناس بتحب تلعب في الميه العكره، او بتحب ناس بتصطادوا في الميه العكره او ايه. انا مش عارف هي مشكله ليه يا فندم. دي يا فندم عباره عن، احنا كنا في بطوله افريقيا في الجزائر في شهر 2 اللي فات، تمام، وفي مستحقات للاتحاد الجزائري، الاقامه والاعاشه والاشتراكات، مستحقات عاديه زيها زي اي بطوله زي اي حاجه. تمام. وتاخرت الفلوس شويه، رئيس البعثه اللي كان موجود قال لهم ان هو هيسدد الفلوس دي خلال 48 ساعه. تمام. من عوده الفريق المصري للقاهره. حولنا الفلوس بالفعل، ده اول ما رجعنا خدنا الفلوس من الوزاره. حولناهم بالفرنك السويسري للاتحاد الجزائري. الاتحاد الجزائري رد تاني وقال ان الحساب بتاعهم ما فيهوش فرنك سويسري، برجاء تحويله بعمله ثانيه غير الفرنك السويسري. اخذناه واخذنا الفلوس. نتيجه تحويل الفلوس من مبلغ لمبلغ من عمله لعمله ثانيه، حصل نتج عنها حوالي 18000 جنيه فروق ما بين الاسعار، العمله دي والعمله دي. بس هي دي كل القصه. اخذنا الفلوس ورجع وحولناها مره ثانيه، وبالفعل اتحولت، او في اجراءات تحويلها دلوقتي بالفعل يعني في البنوك، لكن البنك طلب ان احنا نجيب موافقه من الاتحاد الجزائري بالرقم الجديد، بالرقم اللي هو. انا مبسوط ان حضرتك دخلت معانا في هذه المداخله هاتفيا. زي ما حضرتك قلت ان في ناس بتحب تضخم الامور ويبينوا ان الموضوع كبير. الموضوع زي ما حضرتك مشكله وعاملين عليه حاجه كبيره، مستحقات وماشي بالاوراق وماشيه في الاجراءات الطبيعيه العاديه اللي ما فيهاش اي مشكله خالص يا فندم. يبقى النهارده وجود حضرتك معانا في ملاعب الابطال ده ابلغ رد على كل المشككين او كل اللي كبروا الازمه وخلوها ازمه كبيره جدا. حضرتك عارف يا فندم الازمه الكورونا وتعطيل وما فيش شغل في كل الجهات الاداريه متعطله والدنيا واقفه، فبالتالي امر طبيعي جدا يعني، ما هوش حاجه. والاتحاد الجزائري ولا في اي حاجه. والاتحاد لكن في ناس تحب تضخم الامور قوي وتعملها مشكله كبيره من لا شيء. طيب كابتن عصام، والاتحاد الجزائري متعاون معاكم يعني، متقبل الموضوع والوضع الراهن في العالم كله؟ تمام يا فندم، وفي مخاطبات ما بيني وما بين رئيس الاتحاد الجزائري نفسه اللي هو الاستاذ رابح شباح، اللي هو نائب رئيس اللجنه الاولمبيه، وبيكلمني وبكلمه ومتواصلين مع بعضنا، ومقدر الامور اللي عندنا هنا، ومقدر ان في جائحه كورونا اللي معطله كل الاجراءات الاداريه الموجوده في كل الدول، مش عندنا وبس، في كل حته فيها عطله بسبب جائحه كورونا المنتشره في العالم كله. فاجراءات طبيعيه وعاديه جدا ان يحصل حاجه زي كده، والناس متفهمين ومفيش اي مشكله خالص. تمام. يبقى كده مش فاهم انا الناس اللي عماله يعني تضخم الموضوع وتعاملاه كانه مشكله وفضيحه وبتاع والحق. لا اكيد مفيش الكلام ده خالص. طيب سريعا خلصنا بقى الجانب السلبي او الامور اللي كانت الناس مضخماها. تعالى مع حضرتك ندخل للامور الايجابيه، وطمن كل محبي رياضه المصارعه في مصر، الخطه ايه دلوقتي اللي حضرتك اكيد بتشرف عليها مع عوده النشاط الرياضي؟ مستعدين لعوده النشاط الرياضي ولا لا؟ ان شاء الله يا فندم احنا الكود اللي بعته لنا وزاره الشباب والرياضه والاجراءات الاحترازيه لوزاره الشباب والرياضه اعتمدتها بالنسبه للانديه اللي هتبدا تمارس النشاط، وبالنسبه للمنتخبات القوميه بيتم بالفعل السير فيها والاجراءات، وبالفعل بدانا ننسق دلوقتي في لجنه المسابقات بالاتحاد عشان ننظم البطولات بتاعتنا اللي ان شاء الله هنبدا فيها من شهر 9، او يعني مش هنبدا على طول فرح، هنبدا الاول نعمل برنامج اعداد طويل شويه، مش هنخش، عشان طبعا اللعبه بتاعتنا مش زي مثلا العاب القوى او لعبه ما فيهاش، احنا عندنا اللعبه فيها احتكاك طبعا مباشر ما بين اللاعبين وبين بعضهم، مصنفه من الالعاب التلامسيه الاولى يعني، في طبعا تبع وزاره الشباب والرياضه صنفوها من الالعاب التلامسيه. عشان كده يا فندم هنعمل اجراءات يعني او برنامج طويل شويه غير اي لعبه ثانيه، لان احنا بنحتك ببعضنا كلاعبين او اولادنا يعني في اللعبه. فالانديه هتبدا ان شاء الله تنفذ الاجراءات الاحترازيه اللي الكل عارفها وبعتنا بيها لكل الانديه، واحنا كاتحاد هنطبق الكلام ده مع لاعبتنا بتوع المنتخبات القوميه من كل الاجراءات اللي الوزاره بعتتها، من تحاليل وعدم دخول الا بعد التاكد من اللعيبه خاليين من اي فيروس، والتواجد في غرف منفرده ما فيش اثنين لعيبه هيقعدوا مع بعض، التدريب هيبقى منفرد مش هيبقى اثنين لعيبه محتكين ببعض، الكلام ده طبيعي الاجراءات هتنفذ يعني على اعلى وجه باذن الله. طيب بالظبط طبعا. اروح مع حضرتك سريعا لملف الاولمبيات اللي دايما زي ما قلت لعبه المصارعه من اللعبات اللي عندنا فيها تاريخ اولمبي مشرف.
استعدادات حضرتك للأولمبياد اللي جاية إيه؟ وإن شاء الله هل ممكن توعد كل المشاهدين ومحبي لعبة المصارعة في مصر بميداليات ولا لأ؟ وعايز أعرف من حضرتك أيضا التصفيات أخبارها إيه ومستعدين ليها إزاي؟ احنا عندنا بالفعل يا فندم لاعب اتاهل بالفعل للاولمبياد، محمد ابراهيم السيد او شهير بالكيشو، ده اتاهل للاولمبياد بالفعل عن طريق بطوله العالم، اخذ المركز الخامس على مستوى العالم واتاهل بالفعل للاولمبياد. وكان عندنا بطوله افريقيا اللي كانت تتلعب في المغرب وتاجلت بسبب كورونا، تاجلت لنفس الشهر شهر 3/2021. دي البطوله المؤهله الرسميه القاريه بتاعتنا اللي ان شاء الله لاعبتنا بيتاهلوا عن طريقها، وبنوعد باذن الله القياده السياسيه ووزاره الشباب والرياضه والشعب المصري باذن الله يا رب بدون مقاطعه ان احنا يعني مش عايز اقول ميداليتين او ثلاثه، لا ان شاء الله على الاقل احنا على الاقل حاجه احنا بنحقق ميداليه. بس بطلب حاجه يا فندم، يعني العيون الوحشه والناس المتربصه بينا والمتربصين بالنجاحات اللي بيحققها اولادنا يبعدوا عننا، يبعدوا. انا بضم صوتي لصوت حضرتك، واكيد احنا بنتمنى كل التوفيق لكل الرياضيين، لان اكيد اي رياضي بيوفق في اي لعبه ده رساله للعالم كله ان احنا بالفعل مصر عندنا ابطال كتير ومصنع للابطال. فانا بضم صوتي لصوت حضرتك، ولو حضرتك عايز تضيف اي حاجه تانية انا مع حضرتك. يا رب يا فندم، بس الناس المتربصين لنجاح لاعبينا ونجاح وزاره الشباب والرياضه ونجاح الدوله المصريه، ده بيتمثل في النهايه مصر باذن الله باسم مصر. ما يخشوش بقى في يمسكوا لنا يعني الموضوع اللي حضرتك بتتكلم فيه النهارده، لا موضوع ابص على اي حاجه كبيره كان جدا. لازم كان واجب علينا موضوع. كان واجب علينا يا فندم ان احنا لازم نناقشه ونوضح للناس، ما نسيبش الامر يتاخد بطريقه سلبيه حضرتك. اكيد انا عارف، بتكلم عن الناس دول بس يعني فهم. رد حضرتك معانا النهارده وهذه المكالمه الهاتفيه اكيد وضحت لكل هؤلاء المتربصين الرؤيه بكل وضوح، وان شاء الله ما فيش ازمه ولا حاجه، الموضوع كله بسيط. بشكر حضرتك جدا. بشكر حضرتك جدا على هذه المداخله الهاتفيه، الكابتن عصام النوار رئيس اتحاد المصارعه. زي ما حضرتكم شفتوا مداخله الكابتن عصام وضح فيها بشكل ايجابي ان ما فيش اي ازمه ولا حاجه، ان خلاص المبلغ كان الموضوع كله فيه فروقات في العملات.